شرح. أوكي، نبتدي نكمل مع بعض سفر نحمية. إحنا وصلنا للإصحاح الثامن، نبتدي ناخد النهاردة الإصحاح الثامن. خلصنا السابع وناخد الثامن، اللي يعني بيدور على صفحة 766. بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. زي ما شفنا المرات اللي فاتت، نحمية خلص بناء السور، واتكلمنا كنا على أهمية بناء السور وأهمية إن الواحد يبقى متحصن من بره علشان يقدر يشتغل جوه في سلام، يقدر يبني ويعمر جوه. مش ممكن يبني ويعمر جوه وهو سايب المنافذ بتاعته مفتحة هنا وهنا وهنا. وشفنا المثابرة بتاعت نحمية، شفنا تركيزه على الشغل، شفنا ان هو بيشتغل لحساب ربنا وبياخد القوة من ربنا وفهم ربنا، شفنا ازاي بيشتغل كقدوة لكل الناس قبل ما يؤمر حد ولا يحرك حد، هو اول واحد بيتحرك. شفنا ازاي واجه حروب كتيرة من جوه ومن بره، ناس بتتريق وناس بتسخر وناس بتحتقر وناس بتخوفه وناس عايزة تيجي تحاربه وناس عايزة تخدعه. كل ده بنعمة ربنا تغلب عليه ونجح في المهمة بتاعته في زمن قياسي، في 52 يوم اتبنى السور. نعم، السور يرمز للإنسان لما يكون متحصن بربنا، ما يكونش عنده منافذ مفتحة. البلد اللي من غير سور زي الإنسان كده اللي كل حاجة مفتحة، فالخطية بتدخل بسهولة من عينيه ومن ودانه ومن فكره، والخطية بسهولة بتدخل. وفي واحد عامل سور كده متحصن بربنا، فمحافظ على انه يفضل جوه نقي، زي البيت اللي له ابواب وشبابيك. لو ابواب وشبابيك مفتحه، البيت ده هيبقى ايه؟ يتنهب، او هيبقى مزبله الناس هترمي فيها زبالتها، او يبقى مأوى للقطط والكلاب والحشرات. هكذا حياه الانسان، لو الانسان مش محصن نفسه كويس وسايب اي حاجه تدخل، سايب كل حاجه مفتحه، حياته هتتبهدل جدا، حياته هتتبهدل. في سفر اشعيا في نبوه جميله قوي على الكنيسه، في الاصحاح 62، جميله قوي. بيقول ايه؟ بيقول: من أجل صهيون لا أسكت، ومن أجل أورشليم لا أهدأ، حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقد. يعني مش ممكن أسكت إلا لما أورشليم دي برها ينور ويشع كضياء لكل الأرض، وخلاصها كمصباح يتقد. خلاص خلاص، الكنيسة هو المسيح، هو ربنا. فأنا مش هسكت إلا صهيون دي اللي هي الكنيسة، وهي كل نفس بشرية، المكان اللي بيحل فيه ربنا. لا أسكت، ومن أجل أورشليم برضو اللي هي كل نفس بشرية وهي الكنيسة، لا أهدأ حتى يخرج بروها كضياء وخلاصها كمصباح يتقد. فترى الأمم برك وكل الأمم مجدك، وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب، وتكونين إكليل جمال بيد الرب، وتاجا ملكيا بكف إلهك. لا يقال لك مهجورة، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، إلى آخره. وبعدين يقول: لأنه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك، وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا، لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. دول حراس بيحرسوا ولا بيتكلموا؟ لا، دول حراس مصحصحين طول الليل بيسبحوا ربنا. قوتهم ان هم سهرانين وبيسبحوا. على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا، لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا، ولا تدعوه يسكت، حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض. الله،
شوف له أسوار، أسوار محفوظة، ومحفوظة بأنه اللي حواليها كلهم الحراس دول مش واقفين كده وساكتين، لا دول طول الوقت يسبحوا، صحيين وبيسبحوا، محدش يقدر يقرب. قال لي عايز يدخل في أي حتة بيدور على حتة الحارس بتاعها إيه؟ نايم على روح. لكن لما يكونوا سهرانين طول الليل وبيسبحوا بيقولوا له يا رب ما تسكتش لحد لما تخلي أورشليم دي تسبيحة في الأرض، أورشليم دي تبقى ضياءها يخرج كبر، يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقد. بس لازم يكون في أسوار، تبقاش أورشليم دي متداسة من اللي داخل واللي خارج، تبقاش الكنيسة كده، ميبقاش حياتي كده متداسة من أي حتة. فلازم كانت الأسوار تبقى الأول، لازم الأسوار وبعدين يقيم حراس على الإيه؟ على الأسوار، ويبتدي بقى الشغل من جوه يشتغل. ف بعد ما بدأ يلم الناس وعطى تقديمات وخلى الناس جمعت بقى تقديمات، بدأ الشغل الداخلي والتعمير الداخلي. التعمير الداخلي بقى أهم من المباني، التعمير الداخلي بتاع القلوب وبتاع النفوس. هنشوف الإصحاح الثامن ده من أجمل الإصحاحات اللي في السفر، هنشوف إزاي يتم التعمير الداخلي والبنيان الداخلي. ولما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم، اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، وقالوا لعزر الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. فأتى عزر الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين، وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. ووقف عزر الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الأمر، ووقف بجانبه فلان وفلان وفلان عن يمينه وعن يساره فلان وفلان وفلان، وفتح عزر السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب. وعندما فتحه وقف كل الشعب وبارك عزر الرب الإله العظيم، وأجاب جميع الشعب آمين آمين رافعين أيديهم، وخروا وسجدوا للرب على وجوههم إلى الأرض. ويشوع وباني وشربية ويمين وعقوب ومجموعة كده واللويين، واللويون أفهموا الشعب الشريعة والشعب في أماكنهم، وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة. ونحمية أي الترشاثة وعزر الكاهن الكاتب واللويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب: هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. فقال لهم: اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو، وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. وكان اللاويون يسكتون كل الشعب قائلين: اسكتوا لأن اليوم مقدس فلا تحزنوا. فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا أنصبة يعملوا فرحا عظيما، لأنهم فهموا الكلام الذي علموهم إياه. نكتفي بيه دلوقتي، الجزء اللي جاي هيتكلم على عيد المظال، هيعملوا عيد المظال ويفرحوا بيه. سبب كل الخراب اللي كان في أورشليم والمصايب اللي حصلت لهم والسبب ان هم ايه؟ تركوا شريعة الرب، تركوا شريعة الرب. تعالوا نصلح من الجذور. ناس كتيرة تشوف تواجه ظروف صعبة، أو يجي عليها ظلم، يجي عليها متاعب،
تقول اه اصل الظروف وحشه، اصل السبب ان فلان بيضطهدنا، اصل السبب ان فلان مش مقدرني، دول ناس اشرار. السبب الرئيسي في جميع المشاكل هو الخطيئة. السبب الرئيسي لازم نرجع بالملامة على نفسنا، احنا تركنا شريعة الرب. تعالوا نرجع ونشوف احنا فين من الانجيل، احنا فين. تعال يا عزرا الكاهن، جابوا عزرا، هو الرجل المسؤول، رجل كان ماهر وامين، كان في اورشليم بقاله 13 سنه زي ما انا شرحت لكم في الاول، قبل ما نحاميا يجي ب 13 سنه. نحاميا هيئ له الجو، دي ميزه نحاميا ودي ميزه القائد، انه يهيئ الجو لكل الناس عشان تشتغل، والكل واحد عنده موهبه علشان يشتغل. فقال له تعال وهاد سفر شريعه موسى واقرا لنا فيها. فعملوا له يقول لك منبر عالي كده كان فوق كل الشعب، منجليه، زي المنجليه بتاعتنا بالظبط، ما احنا طقوس الكنيسه متاخده بالنص كده من الانجيل. اتى عزرا الكاهن كاتب بالشريعه امام الجماعه من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع، كل فاهم ما يسمع يعني كل ولد يكون يعني واعي، يعني بيفهم القرايه. وقرا فيها من الصباح الى نصف النهار. قعد الصباح لنصف النهار يعني ست ساعات ربع، يعني ربع يوم قرايه في شريعه ربنا. يا من زمان ما خدناش جرعه قويه دسمه زي كده، احنا بنسمع بس كلام، ساعات يقوله لنا كده ايه من هنا ولا ايه من هنا ولا لا، ده احنا لازم ناخد نشبع من كلمة ربنا، لازم نشبع. ما ينفعش ان احنا ناخد لحظة كده ونمشي، ما ينفعش ناخد كلمتين ونمشي. قعد ست ساعات يقرأ لهم في سفر الشريعة، ووقف يقول كده ايه، وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة، ناس مركزة جدا. بتالي كلام ربنا ده حلو لما ركز فيه، مشبع جدا. دايما اللي بيتفرج من بره غير اللي بيدوق من جوه. اللي بيتفرج من بره ما بيفهمش حاجه، لك ده قاعدين في الكنيسه بقالهم كذا ساعه بيعملوا ايه، مضيعين وقتهم في ايه، ده واقفين ساعتين ثلاثه في القداس يعملوا ايه، ودول بيقروا عاملين اجتماع بيعملوا ايه الناس دي، حاجه يعني بلغه هنا بورينج، يعني حاجه تزهق. ده اللي بيتفرج من بره مش فاهم حاجه، مش ضايق حاجه، زي اللي بيتفرج على الاكل شايف الناس مبسوطه بالاكل بيقولوا قاعدين يعملوا ايه، بس انت ما بتدقش، تعالى وذوق وانظر، تعالى بنفسك، تعالى ادخل في وسطنا وانت تفهم يعني ايه الانسان ممكن ينسى نفسه مع الانجيل ست ساعات. افتح واقرا واستمتع وهتنسى نفسك. لكن اللي هيتفرج من بره بس، مش معقول احنا نبقى اولاد النعمه وفي مننا ناس بتتفرج من بره. احنا لازم ندوق من جوه وندوق اولادنا. يعني الجمعه العظيمه ناخد لنا فيها 12 ساعه تقريبا، تبتدي مثلا او 10 ساعات. اللي يتفرج من بره يقول لك ايه ده؟ مش معقول نروح كده ساعتين في الاخر، ده بالكتير يعني، بالكتير هو قدراته ساعه بالكتير يعني مع ربنا في اي حاجه. ده بيتفرج من بره وحتى لما بيجي ما بيستمتعش، واقف بيبص في الساعه مستني تخلص، طب حبيبي جاي ليه؟ يعني واحد زي ما معزوم على عزومه جميله ويدخل ما ياكلش، يجي في اخر القعده كده ويمشي، يقول لك انا رحت تعمل ايه؟ دخلت جعان وطلعت جعان. لازم تشبع وتدخل للعمق، تيجي مبكر وتشبع من كلمة ربنا وتشبع من الصلاة والتسبيح. فدول قعدوا ست ساعات يسمعوا كلمة ربنا، يقول لك كانت آذان
كل الشعب نحو سفر الشريعة. ووقف عزرا الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الأمر. وقف جنبه من هنا كم واحد، وقف من جنبه هنا كم واحد، بيعملوا ايه دول؟ دول كان هو يقرأ وهم يشرحوا للناس، جروبس كده، لأن أعداد ضخمة من الناس كانت ساحة كبيرة. ده بالظبط زي ما احنا برضو بنعمل عندنا في الكنيسة، نقرأ الإنجيل وبعدين ايه؟ الوعظة، مش كده؟ دايما بعد الإنجيل يبقى الوعظة عشان نشرح ونفهم الناس. وما فيش مانع واحد بيقرأ الإنجيل صحيح، لكن ممكن أكتر من واحد يعمل جروبس كده زي ما بنعمل في مدارس الأحد، ده جروب وده جروب وده جروب، وإيه؟ ونوعظ ونعلم الناس ونوصل لهم سفر الشريعة. فبيقول كده واقف على منبر الخشب اللي هو المنجلية وبيقرأ، وحواليه فلان وفلان 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 من ناحية دي، واقف فوق كل الشعب. يقول لك وفتح في عدد 5، وفتح عزر السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب. تاخدوا بالكم لما أبونا بيمسك الإنجيل كده ويحطه إيه؟ فوق رأسه كده، فوق كل الشعب. كلمة ربنا دي فوقينا ولها سلطة علينا، وإحنا لازم نخضع عليها. حطها كده فوق كل الشعب، زي المنجلية تلاقيها عالية كده والناس بتسمع كلمة ربنا. وعندما فتحه وقف كل الشعب. أول ما بدأ يفتح وهيقرأ كل الشعب إيه؟ واقف بيسمع. خشوع واحترام وتركيز وتقدير لكلمة ربنا دي. وده برضو اللي احنا بنعمله، تلاقي الشماس ماسك الصليب ويصرخ يقول اصطافي تاني تابو، يعني قفوا بخوف الله. انصتوا لسماع الإنجيل المقدس. بعد كده الشماس اللي هيقرأ الإنجيل أو أبونا يكررها تاني، القفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فهنا الوقوف علامة الانتباه والاحترام والاستعداد لسماع الإنجيل. برضو في طقس الكنيسة حاجة صغيرة تانية، مش بس قفوا يعني قوموا من مكانكم، لا كمان محدش يتحرك أثناء قراية الإنجيل. يعني أنا لو دخلت الكنيسة وإنجيل بيتقري، إنجيل باكر، إنجيل عشية، إنجيل السواعي، حتى في الإنجيل اللي بيتقرأ في صلاة المزامير أو إنجيل القداس، أنا يعني لأي سبب طارئ أنا أتأخر، أقف أتسمر مكاني على باب الكنيسة، يدوبك أدخل خطوة وأقف أسمع الإنجيل، ما تحركش خالص أثناء الإنجيل. يعني في حاجة حتى لو إحنا بنتحرك بهدوء، في حاجة بيسموها الشوشرة البصرية، ها؟ وأنا كمان عشان أركز، مش هينفع أبقى بتحرك وأبقى مركز زي ما أكون واقف. فعندما فتحه وقف كل الشعب وبارك عزرا الرب الإله العظيم. زي إيه؟ مقدمة لقراية الإنجيل، تلاقي الشماس يقول إيه؟ مبارك الآتي إيه؟ باسم الرب. نفس النصوص بتاعت الإنجيل اهي، احنا خدناها في طقس الكنيسة وبنعيشها كل يوم في القداسات وفي العشيات وكده. وبارك عزر الرب الإله العظيم، وهي دي اللي أبونا برضو بيقولها، ما عرفش بقى تبقوا واخدين بالكم من معناها بالقبطي ولا لأ، إفز مارو أوتن جي في إثنية وخنفرايم بتشوي سنتيني جوم، هو حطت الإنجيل فوق راسه بيبارك المبارك الآتي باسم الرب إله القوى الفصل من إنجيل معلمنا كذا. دي اللي هو دي معنى الكلام اللي هو أبونا بيقوله وحاطط الإنجيل، فبيبارك ربنا ويمجده وبيقول مبارك، وإحنا مستعدين، مبارك الآتي باسم الرب، يعني مستعدين لأن إحنا نسمع الكلمة. وأجاب جميع الشعب آمين آمين، ورافعين أيديهم بيقولوا آمين، مبارك الرب، زي ما احنا بنقول بركته تكون معنا آمين، أو له المجد إلى الأبد آمين، بالظبط زي ما احنا بنعمل في الطقس عندنا. وخروا وسجدوا للرب على وجوههم إلى الأرض. ودي اللي احنا برضو بنعملها، بس يمكن متاخدوش بالكم، تلاقي الشماس بعد صلاة السواعي يسجد، والمفروض ان اللي بيقرا الانجيل برضو يسجد، والشعب بعد الانجيل يسجد، فهو المجد لله دائما. لكن لما بنقرا الانجيل في البسخة مثلا،
تلاقي الشماس يقول ايه اوشت ان في ايفانجيليون ايه اث اوف اسجدوا للانجيل المقدس. ها الكلمه المقروءه دي كلمه الله الحيه، نسجد لحضور الله نتيجه انه بنقرا كلامه، فده معناه حضوره معانا، نسجد ايه نسجد له حضور. اسجدوا للانجيل المقدس. وفي برضه في الطقس حاجه بيعملها ابونا وهو ماسك البشاره، يديها لو يعني يديها للشمامسة يقول لهم اسجدوا لإنجيل ربنا يسوع المسيح، اسجدوا لإنجيل ربنا يسوع المسيح، فيقبلوا البشارة اسجدوا لإنجيل ربنا يسوع المسيح. ولو بيقدمها للكاهن شريك معاه يقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فأبونا يقول نسجد لإنجيل ربنا يسوع المسيح ويقبل الإنجيل. فنفس الطقوس كلها من الإنجيل إحنا بنعيشها في الكنيسة. الشعب كله رفع دي الأول وقال آمين، وبعد كده سجد للإيه الإنجيل. وبدأوا الناس يوعظوا، يعني بعد ما قروا يقول لك فلان وفلان 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 أفهموا الشعب الشريعة واللويين معه والشعب في أماكنهم، وقعدوا يشرحوا لهم الإيه الكلام اللي سمعوه، وقرأوا في سفر في السفر في شريعة الله ببيان وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة. لأن يعني في البعض كان اللغة بتاعته ضعيفة نتيجة السبي والعودة من السبي، واللغة اتغيرت شوية كده واللهجة اتغيرت، فممكن يكون اللغة العبرية الرصينة القديمة تقيلة عليهم زي العربي الفصيح التقيل على حد يكون مش عارف يقرأ ويكتب. فقعدوا يشرحوا لهم ويفسروا لهم الشريعة ببيان. وبعدين حصلت حاجة غريبة خالص بقى، لما الناس سمعت كلمة ربنا وفهمت التفسير قعدوا ايه قعدوا يعيطوا، قعدوا يبكوا كلهم، بكوا ايه ده كلهم بيقول كده، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. يا كلمة ربنا بتنخس القلب. طب بيبكوا ليه دول؟ بيبكوا ليه؟ مع إن كلام ربنا حلو، كلام ربنا ممتع، طب بيبكوا ليه؟ حزانة على إيه؟ على خطاياهم. طب ما كانوش عارفين خطاياهم؟ آه ما كانوش دريانين بدنيتهم، لكن لما قروا الشريعه قالوا ايه ده؟ هو ربنا عمل معانا كل ده واحنا كده وحشين؟ ربنا عطانا كل ده واحنا بننكر جميله؟ ربنا بيحبنا كل الحب ده واحنا بعيد عنه؟ ربنا عطانا كل البركات دي واختارنا وحفظنا ورعانا السنين دي كلها واحنا ملهيين عنه ومشغولين مع آلهة غريبه ومع شهواتنا؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي إيه احنا وصلنا له ده؟ هم بدأوا يكتشفوا الوضع اللي هم وصلوا له، فبدأوا يبكوا ويتوبوا، بدأوا يبكوا ويتوبوا الشعب كله. وهي التوبة ما تجيش غير كده، التوبة طول ما الإنسان بعيد عن كلمة ربنا عمره ما هيحس إنه محتاج حاجة، مش هيحس حتى إن هو بيعمل حاجة غلط. كلمة ربنا دي زي المراية، زي ما القديس يعقوب قال في رسالته كده، ان هي زي المرايه اللي انا ببص عليها، ايه ده؟ ايه البهدله اللي انا فيها دي؟ انا ما كنتش واخد بالي من نفسي، وما حدش بيبقى شايف نفسه، احنا شاطرين ان احنا نشوف الاخرين ونشوف عيوبهم ونشوف اللي متبهدل واللي بتعمل وبيسوي وكده ونقعد ننتقده، لكن احنا مش شايفين نفسنا، عينينا مش متوجهه علينا. اول ما نحط المرايه قدامنا، ايه ده؟ ده انا حالتي وحشه خالص، ازاي انا ماشي كده؟ ازاي انا ابقى بالوضع ده؟ ازاي اسيب نفسي كده بالقذاره دي وبالوضع ده وبالبهدله دي؟ ازاي اسيب نفسي كده؟ فالواحد يبتدي يبكي على نفسه. من غير كلمه ربنا الواحد يبقى تايه ومش شايف نفسه، يمكن الناس شايفاه وحزانه عليه لكن هو مش شايف نفسه. فالشعب بكى لما سمعوا الشريعه، بكوا من محبه ربنا ليهم وهم ما يستاهلوش، بكوا ان خطاياهم دي جرحت ربنا واحزنت قلبه الحلو اللي عطاهم كتير،
بكوا لأن هم شافوا كنوز وخير وهم كانوا بعيد عنه. يعني لو واحد كده كان أبوه غني بس هو راح عاش مع ناس كده متشردين وبهدل نفسه، يعني أنا بتصور الوضع ده وضع الابن الضال، وهو راجع يمكن ما كانش باكي وراجع كان مكسور وفي وضع احتياج، في وضع احتياج وجاي يعتذر ومكسوف وخلاص. لكن لما أبوه خده في حضنه وقعد يقبله وبعدين عطاله ولبسه وهو في النعمة دي كلها، أنا بيتهيألي إن هو لازم يكون بكى، يقول إيه ده؟ أنا كنت حارم نفسي من النعمة دي إزاي؟ طول الوقت ده بعيد وطول الوقت ده مش حاسس بحب أبويا، ده بيحبني حب فوق الوصف، أنا ما كنتش واخد بالي إنه بيحبني كده. فيبتدي الواحد يبكي بقى. فالشعب حين سمعوا كلام الشريعة بكوا، جميع الشعب بكوا، حاجة صعبة أوي. طبعا لما كل الشعب آلاف يبكوا الدنيا هتقلب جامد، يعني قلبت كده الجو بقى إيه، جو حزن، وهم المفروض إن هم بيحتفلوا بإن ربنا أعطاهم قوة وبنوا السور وبيقروا كلام ربنا. فيقول كده نحمية وعزرة واللويين والمفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب هذا اليوم مقدس للرب. أنا في عدد 9. هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا. امسكوا نفسكم شوية خلاص، احنا فتحنا صفحة جديدة ونشكر ربنا. لا تنوحوا ولا تبكوا، لأن هم إيه بكوا حينما سمعوا كلام الشريعة. يلا النهاردة يوم فرح، تاكلوا وتشربوا، كلوا السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، الناس اللي مش حاضرة، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا. ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو إيه قوتكم. جميلة الآية، فرح الرب هو قوتكم. الإنسان يبقى الدمعة في عينيه وحاسس إن هو ما يستاهلش، لكن يبقى بيفرحان وبيشكر ربنا، يقول له أشكرك يا رب، أنت أعطيتني أكتر مما أستحق، لكن أشكرك وفرحان بعملك وفرحان بعطاياك. وفرح الرب هو إيه؟ قوتكم. فرح الرب هو قوتكم. ساعات يعني ناس تهرب من طريق ربنا بداعي إن اللي يمشي مع ربنا لازم يكون كئيب وحزين ودماغهم يعني بصة في الأرض وحالته كده. لا، مين قال؟ ده اللي عايش مع ربنا هو أكتر إنسان سعيد في الدنيا وأكتر إنسان فرحان، والفرح اللي ربنا بيسكبه في قلبه ده بيقويه جدا، بيخليه يتغلب على كل المتاعب والصعاب يعني والأمور اللي بتواجهه فيها شر. الفرح اللي بيتولد في قلبه من ربنا خليه يتجاوز كل الحاجات دي ويتقوى. كان حد بيكلمني من مصر من كام يوم، فبيقولوا لي احنا اجتماعات الصلاة كل يوم في الكنائس من بعد احداث ماسبيرو. صحيح احنا لسه مشوفناش يعني ربنا هيعمل ايه، لكن احنا فرحانين، بنطلع من الاجتماع الصلاة حاسين ان احنا في دنيا تانية، حاسين ان احنا في سلام، حاسين ان احنا خدنا قوة، والحاجات دي بقت حاجة تافهة خالص مش مؤثرة فينا. اللي فرح الرب هو قوتنا، احنا مش ضعفاء، احنا اقوياء بربنا اللي بيفرح قلوبنا زي ما وعد وقال اراكم فتفرحون ولا ينزع احد فرحكم ايه منكم. أراكم فتفرحون ولا ينزع أحد فرحكم منكم. الفرح ده كان رأس مال الكنيسة الأولى، دايما فرحان، تلامست مع المسيح القائم، فرح التلاميذ إذ رأوا الرب، ولما صعد للسماء رجعوا بفرح عظيم إلى أورشليم، استمروا يصلوا بفرح
وبيكرزوا ويروحوا الهيكل وبعد الخمسين بفرح وحتى يجلدوهم يقول لك خرجوا فرحين أقوي، والفرح ده مقويهم، فرح بيتدفق في القلب، الفرح ده ثمرة من ثمار الروح القدس. الفرح ده ما ينفعش ان احنا نجيب كده حاجة بلاستيك ونركبها في الشجرة، دي ثمرة طالعة من اصل الشجرة كده. يعني ما ينفعش ان احنا اقول لواحد افرح يا فلان هيجيب منين، ما تجيش كده. ده لما الروح القدس يتحرك جواه والتوبة تتحرك جواه وعمل ربنا يجري في قلبه يتملي فرح، والفرح ده ايه؟ يقويه. لا تحزنوا لأن فرح الرب هو إيه؟ قوتك. ودي تكشف لنا كمان إن التوبة مش حزن، التوبة فرح، التوبة مفرحة. ممكن يكون الإنسان حاسس قد إيه أخطأ، قد إيه ما يستاهلش، قد إيه ربنا بيحبه وهو يعني مش مستحق، لكن يبقى فرحان جدا، فرحان لأن ربنا مغطيه بمحبته وبخلاصه. فقالوا لهم كده لا تحزنوا اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو إيه؟ قوتكم. مش عارفين يفرملوهم، بيعيطوا يمكن بصوت عالي، مش عارفين يفرملوهم. وكان اللويون يسكتون كل الشعب قائلين اسكتوا لأن اليوم مقدس فلا تحزنوا من فضلكم. خلاص بقى كفاية كفاية، خلاص كفاية، ها كفاية. يعني الإنسان طبعا عايز شيء من التوازن، لو في دموع دي بركة من ربنا، بس دايما يحولها لتوبة، دايما يحولها لصلاة، لكن ما يحولهاش لحزن مفرط يغرق الإنسان فيه. أقول تاني، لما ربنا يدينا دموع نحولها لتوبة ونحولها لصلاة، ما نغرقش جواها ونقعد نحزن ونقول احنا خلاص واحنا ما نستاهلش واحنا ضايعين واحنا، وكأن الإنسان خلاص فقد الرجاء. بركة كبيرة ان احنا ربنا يدينا دموع، بس نحولها دايما لتوبة ونحولها لصلاة ونحولها لشكر لربنا وفرح بعمله الخلاصي. فرح، لا تحزنوا لأن فرح الرب هو إيه؟ هو قوتكم. لا تحزنوا. عايز أأكد تاني قبل ما أفوت، يعني أخطي الحتة دي، قد إيه كلمة ربنا بتفرح القلب. منساش أبدا قصة السائح الروسي اللي هي معمولة في كتاب سائح روسي على دروب الرب. مين قرأ الكتاب ده؟ سائح روسي، كتاب جميل قوي قوي، معرفش لو على النت ولا ايه، لو قدرت اجيب لكم منه شوية اجيب. دي قصة واحد، قصة حقيقية حصلت في روسيا سنة 1800، ما بين 1860-1870 باختصار. يعني كان هو شاب صغير وكان له أخ أكبر منه ووالديه توفوا وكان جدهم بيربيهم، وأخوه الكبير ده كان إنسان مش كويس، يعني ماشي مش كويس، وكان بيسرق وبيشرب وحاجات كده. وبعدين مرة زق أخوه الصغير ده وقعه وقع جامدة، ففي دراع عنده عجز اتشل. ف لما الجد كان هيموت، كان الجد ده علمهم الصلاة وعلم الولد القراية في الإنجيل، وكان الجد راجل تقي، ساب لهم بيت كده صغير، فبيت دورين، كانوا يعني بيضيفوا فيه بعض الغرباء ونظير مبلغ بسيط، يعني زي أوتيل صغير كده على الطريق ويعيشوا منه. والجد ساب الفلوس للأخ الصغير لأنه عائل وبيخاف ربنا، وجوزه وهو صغير، كان جوزه بنت اكبر منه بسنتين، كان بتاع 18 سنه تقريبا ومراته 20. مهم، لما الجد انتقل الاخ الكبير سرق الفلوس بتاع اللي كانت محطوطه في الخزنه في المكان وولع في البيت الخشب. ف
فصحي الراجل ده ومراته على صوت النار وهيموتوا، فما كانش عندهم حل غير ان هم ينطوا من البلكونه. وياخدوا ايه معاهم؟ هم بس بينفدوا بجلدهم. خد معاه الايه؟ الانجيل. نطوا بسلام من البلكونه، كانت قريبه للارض، و بقوا واقفين يتفرجوا على النار ويتاكل في البيت. ومراته كانت مرعوبه بتعيط، فبقى واخدها في حضنه كده ويقول لها: ما تخافيش يا فلانه، ما تخافيش، الانجيل نجا، احنا نفوزنا بالانجيل، مش مهم، خلاص اللي راح راح. وبداوا حياتهم من الصفر، يعني ما معهمش اي حاجه، وهو عاجز ما بيعرفش يشتغل. فبيقول: كنا فقراء بمعنى الكلمه. ناس اتحننوا عليهم كده وجابوا لهم مكان يقعدوا فيه، وكانت البنت الزوجه دي كانت شاطره في شغل ايديها، فكانت بتقعد تشتغل تخيط، تلف على الناس مين اللي عايز يخيط له، وتقعد تخيط لهم، وهو يقعد يقرا لها في الانجيل. دي مهمته، هي تقعد تشتغل طول النهار وهو يقعد يقرا لها في الانجيل ايه؟ طول النهار. بعدين ساعات يلاقيها ايه؟ بتعيط، وهي قاعده تشتغل ودموعها تجري، فيوقف شويه يقول لها: يا فلانه انت زعلانه ليه؟ ما احنا بقينا كويسين اهو، وبقينا ولاقيين ناكل والحمد لله. تقول له: لا انا مش بعيط علشان خاطر يعني احنا يعني في وضع وحش، بس انا كلام الانجيل اللي انت بتقوله ده حلو قوي، فانا مش عارف امسك نفسي، ففرحانه بكلام الانجيل ومش بتعرف تمسك دموعها. هو الانجيل كده، ان الواحد يدي الفرصه لقلبه انه تجري عليه ميه الانجيل، ترويه وتخليه يتفجر منه يا نبيع دموعه. احنا شويه ما بنرويش قلوبنا بالانجيل غير فتفوته كده الصبح ولا بعد الظهر، كويس، لكن لو روينا نفسنا اكتر هتحرك قلوبنا وهتحرك دموعنا وهتحرك الفرح جوانا. فشوفوا الشعب اول ما سمعوا الانجيل وسمعوا التفسير بتاعه بكوا كلهم، فقالوا لهم: لا بس ما تقلبوهاش يعني حزن النهارده، النهارده يوم مقدس. فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا أنصبة ويعملوا فرحا عظيما لأنهم فهموا الكلام الذي علموهم إياه. دي كمان نقطة مهمة، إن أنا لازم أقرأ وإيه؟ أفهم، أسمع وإيه؟ وأفهم. مش مهم بقى إيه؟ إن أنا عمال أقرأ كتير وأنا ما استوعبتش، بصلي بالمزامير وأنا مش فاهم أنا بقول إيه؟ لا، لازم أفهم، ولما أفهم أحس والكلام يدخل قلبي. عارفين زي اللي بياكل لازم يمضغ كويس ويهضم، يوم الاكل ايه؟ يسري، يحصل له ابزوربشن كويس، يحصل له ميتابوليزم كويس ويدي صحه للجسم. لكن لما يكون الانسان بياكل كده ايه؟ ما بيمضغش، والاكل ما بيتهضمش، طب يبقى استفاد ايه؟ لازم المعاني بتاعت الانجيل دي نهضمها ونفهمها، واللي مش فاهم يسال ونشوف. مش لما يكون واحد عنده كده ما بيهضمش كويس بياخد حاجات تساعده على الهضم علشان الجسم يستفيد بالاكل وهكذا. فاحنا في الكنيسه هنا بنساعد الناس على الهضم، ان احنا نقعد ندرس الانجيل ونشرح ونفصص حته حته، ندي فرص ان احنا نتشاور ونتفاهم ونسال علشان خاطر نهضم ونفهم فنستفاد من الكلمه اللي احنا بنسمعها. الجزء اللي جاي انا هقراه برضه بسرعه لانه هو صغير خالص، وما يعني في اليوم الثاني يعني اول يوم ده قعدوا يقروا الانجيل وتمتعوا بيه وفرحوا. اليوم الثاني اجتمع رؤوس اباء جميع الشعب والكهنه واللاويون الى عزرا الكاتب ليفهمهم كلام الشريعه. قالوا ايه؟ ناخد درس خصوصي عند الاستاذ، عند الاستاذ اللي بيفهم في الانجيل. وهنلاقي في كل مكان في ناس كده بتحب الانجيل وعندها خبرات اكتر من الباقيين، دول ما نسيبهمش، دول نروح عندهم نتلمذ، مفيش مانع ناخد درس خصوصي. راحوا العزرة الكاهن ده كان الأستاذ الكبير،
عشان يفهمهم كلام الشريعة، وهم بيقروا معاه وجدوا مكتوبا في الشريعة التي أمر بها الرب عن يد موسى أن بني إسرائيل يسكنون في مظال في العيد في الشهر السابع. قالوا له الله، طب ما احنا في الشهر السابع، طب ما احنا ننفذ بقى العيد ده، حاجة ما شافوهاش قبل كده، انقطعت بقالهم سنين سنين فوق 150 سنة ما اتعملتش وما شافوهاش في حياتهم. قالوا بس هي مكتوبة، طب ما احنا فيها، طب ما ننفذ. قال طب ما ننفذ. صحيح، حلو ان الانجيل يخلينا بنغير حاجات وبندخل حاجات جميله مفرحه لحياتنا. عيد المظال ده كان بيفكرهم بيه ربنا ان هم غرباء على الارض، ان هم غرباء، مظال يعني مش بيوت بقى مسكونه، لا دي حاجه كده زي خيمه صغيره او مظله. وان يسمعوا وينادوا في كل مدن وفي اورشليم قائلين اخرجوا الى الجبل واتوا باغصان زيتون واغصان زيتون بري وأغصان آس وأغصان نخل وأغصان أشجار غبياء لعمل مظل كما هو مكتوب. فخرج الشعب وجلبوا الأغصان دي كلها يعني، وعملوا لأنفسهم مظل كل واحد على سطحه وفي دورهم ودور بيت الله وفي ساحة باب الماء، في كل الساحات اللي قدام بيوتهم يعني، وفي ساحة باب إفرايم. فبيفكروا أنهم غرباء على الأرض عشان ما يمسكوش في الأرض. وعمل كل الجماعة الراجعين من السبي مظال وسكنوا في المظال، لأنه لم يعمل بنو إسرائيل هكذا من أيام يشوع بن نون إلى ذلك اليوم، وكان فرح عظيم جدا. يا من أيام يشوع، يعني من حوالي يمكن 1000 سنة من الأحداث دي، أو 900 سنة، لحد 900 سنة ما عملوش، ولما عملوا واحتفلوا بالطقس الجميل اللي ربنا عامله لهم اللي فيه اشارات روحيه جميله، فرح. الطقس بتاعنا برضو في الكنيسه كده، كل حاجه ليها معنى، كل حاجه بتدينا درس، كل حاجه بتفكرنا بحاجه، بتفكرنا بحقيقه مهمه. زي عيد المظال ده بيفكروا ان هم غرباء على الارض، وان هم ما يتخانقوش مع بعض على امور الارض اللي هم غرباء فيها، والارض دي بتاعت ربنا وهم ضيوف عنده. بس وكان فرح عظيم جدا، وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوما من اليوم الأول إلى اليوم الأخير، وعملوا عيدا 7 أيام وفي اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم. وده اللي هنشوفه الأسبوع الجاي إن شاء الله في الإصحاح 9. كل يوم كانوا بيقروا الإنجيل 7 أيام، في عيد المظال ده بيبقى 7 أيام، وبيتغذوا بالإنجيل طول الوقت وعايشين في مظال كده، سايبين بيوتهم حاسين ان هم غرباء، بيقولوا له يا رب معك لا نريد شيئا في الارض، احنا مش عايزين حاجه من الدنيا يا رب، احنا مكتفيين بيك وشبعانين بيك وفرحانين بيك. ولربنا كل المجد والكرامه الى الابد. اذا كان حد عنده تعليق او سؤال في الجزء ده او في اي حاجه في نحاس. اليهود لحد دلوقتي بيعملوها؟ سبعة أيام يقعدوا 7 أيام ورا بعض؟ بتفكريني بقديس موسى الأسود بيقول إيه؟ صلاة الروح تبدأ بصلاة الجسد. يعني الإنسان حتى ولو لسه مش متذوق الصلاة بيبتدي بجسده وينطق ويتكلم ويقف قدام ربنا، وبعد كده الروح تبتدي تفهم وتتحرك وتحس. فيا رب يكون الطقوس دي تحرك قلبهم اللي وراها للمعنى، ما تبقاش مجرد حاجة شكلية. وزي ما كان أبائهم وأجدادهم أيام السيد المسيح كانوا عايشين في الإيه؟ في الشكليات دي، يعني يوم السبت مش عارف يعملوا ايه، ما تحركوش غير قدام خطوة. وجوهر الوصية نعم، وما يسوقوش، وجوهر الوصية غايب.
سيد المسيح قال لهم السبت ده جعل لأجل الإنسان مش الإنسان لأجل السبت، السبت في خدمة الإنسان مش الإنسان اللي في خدمة السبت. ولكن للأسف هما كانوا بيكتفوا بالشكل، متاهة لما الإنسان يدخل يمسك في الشكل وبس وينسى إن هو غريب على الأرض. الغريب على الأرض ده ليه أكتر واحد بيدي؟ أكتر واحد بيدي مش أكتر واحد بيحوش، أكتر واحد يحوش حتى عشان يدي، يحوش عشان يدبر، بس أكتر واحد بيدي. الغريب على الأرض ده ما تلاقيلوش صراعات على الأرض، الغريب على الأرض ده تلاقيه اهتماماته كلها سماوية. احنا لينا دور الحقيقة مع جماعة يهود دول. انا يعني الخبرات البسيطة خالص معاهم اللي موجودين هنا، الاغلبية جهلة في الكتب بتاعتهم، ما قروش الاسفار المقدسة بتاعتهم خالص، الاغلبية ما قروش حاجة بالظبط بالظبط. تخيلي بقى ده كل الاسفار المقدسة دي بتاعتهم يعني. بس كل حاجة وليها معنى ومشروح جوه الشريعة. يعني عارفة حضرتك هتلاقي جوه سفر التثنية الطقس محطوط ومحطوط المعاني بتاعته، وجوه سفر التثنية كل التفاصيل تلاقيها مشروحة، حتى طقس الختان مثلا يقول لك الختان أنا عايزكم اختنوا قلوبكم، عايزكم ما يكونش في حاجة حاجزة بينكم، عشان وربنا عايز يختن لكم قلبكم كده عشان تحبوه من كل قلبكم. يعني هتلاقي كل الطقوس بتاعتهم فيها البعد الروحي موجود، بس هم ما فيش، ما بيتجاهلوا البعد الروحي. مش عارف هل احنا لينا دور معاهم، احنا اللي بنحب الانجيل ودارسين الاسفار بتاعتهم اكتر منهم، هل احنا ممكن يكون لينا دور معاهم حتى مجرد نشجعهم يقروا، نشجعهم يقروا كتبهم بدل ما يبقوا جهلة زي ما بيقول في هوشع هلك شعبي من عدم الايه المعرفة، هلك شعبي من عدم المعرفة. ايام السيد المسيح كان المجمع السيناجوج اللي زي اللي هنا ده كان موجود فيه ايه كل الاسفار، بالدليل انه لما السيد المسيح قام يتكلم دفع اليه سفر ايه اشعيا. النهارده روح المجامع اللي موجوده ما فيهاش غير اسفار موسى الخمسه وبس، والباقي مفقود، الباقي يعني مش مهتمين بيه، ما عندهمش. فبرضه حاجه دول امنوا بالمسيح تلاقيهم وبيبشروا. طب حلو قوي، دول عايزين تشجيع بقى. يا رب اللي كان يهودي وبقى مسيحي تهالي ده يقنع الأخو اليهودي أكتر من المسيح. طيب شوفوا قد إيه سفر الشريعة جميل، ولما كانوا سايبينه كانوا ضايعين خالص. أي لا انا ما اعرفش المستقبل ايه، لكن لا 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 هم انا واثق ان يعني هي هتيجي لل يعني هي قربنا شويه يعني قربنا، لكن هم ممكن جدا يؤمنوا بالمسيح كلهم بعد كده، ممكن كلهم يتحولوا للمسيح بعد كده.
احنا يعني دورنا خلينا ما نفكرش يعني في ايه المستقبل، نفكر في دورنا. دورنا نصلي من اجل خلاص كل نفس، وما نشتبكش مع الشر، ما نردش على الشر بالشر، ونقدم المسيح للكل. نقدم المسيح يعني نقدم وصية المسيح متنفذة فينا، يعني نقدم التسامح، نقدم المحبة، ونقدم الصلاة، ونقدم العطاء، ونقدم كلمة الحق. لازم نقول كلمة الحق برضه، ونقول لهم انتم مخدوعين. تأكدي انك يعني ليه ما يكونش احنا لينا سكة بنتكلم فيها معاهم، بس المسلمين اللي هنا الأغلبية العظمى ما بتعرفش عربي، الأغلبية العظمى من جنسيات مش عرب، وبالتالي لا يعرفون شيئا عن الإسلام. المسلمين اللي ما بيعرفوش عربي ما يعرفوش أي حاجة عن الإسلام، لكن ده لازم يصلي بالعربي، ده لازم يصلي بالعربي، ما ينفعش يصلي بلغة تانية وما يعرفش المعاني. الفكرة الرئيسية ان احنا محتاجين نصلي لهم، وربنا يدينا ان احنا نشهد له في وسطهم، ان احنا نشهد له في وسطهم. مفيش مانع ان احنا نتكلم معه، المانع البلاد هنا فيها حرية، ونتكلم ونوضح، بس نشوف طرف الخيط فين، يعني ربنا يفتح لنا سك، لان احنا اكتر ناس هنكون فاهمين الاسلام، لاننا عارفين اللغة بتاعته، فعارفين ماذا بداخل العقيدة، وماذا بداخل الكتب، وماذا بداخل كل اللي موجود. اكتر منهم هم كلهم من المسلمين اللي هم بيعرفوش عرب، احنا اللي عارفين الحقيقة. بس الموضوع ما بيجيش بالاقناع بس، محتاج صلاة، محتاج القلب يتحرك بالظبط، محتاج عمل الروح القدس، وإلا بيبقى القلب متقسي ومفيش مخ يعني مش مفتوح عشان يستقبل. انت بترسلي بس مفيش حد بيستقبل، مفيش ريسيفر. حط لهم الاراضي، يعني قال لهم انت تاخدوا الارض من الحته دي للحته دي، قسم لهم الارض، وهم ما كانوش لسه خدوا غير سبتين ونص بس اللي هم اللي اخدوا اماكنهم. يعقوب بارك الاسباط، وموسى قبل ما يمشي وزع عليهم. يعني تفضل نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، ينبوع السلام، وينبوع البركه، وينبوع الفرح والقوه. نشكرك يا رب لان كلماتك المحييه تروينا، تفرح قلوبنا، ادينا باستمرار ان احنا نرتوي بكلامك يا رب، ويكون دايما هو غذائنا وهو تسليتنا وهو فرحتنا. بارك يا رب الخدمة في هذه الكنيسة وفي كل مكان، بارك شعبك واحفظ ولادك، ثبتنا فيك يا رب لكي نكون ناميين ومثمرين أيضا. اذكر كنيستك في هذه الأيام، اذكر سلامها، اذكر بنيانها، اذكر يا رب كل من طلبوا أن أذكرهم أمامك. أنت ساهر على كلمتك لتجريها، اروينا بها باستمرار يا رب.
بركة أمنا الست العذراء، بركة كاروزنا مريم مرقس، بركة القديس لوقا الطبيب شفيع هذا اليوم. استجبنا عندما نصلي بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. انضوا بسلام، سلام الرب.